السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة في الكهرباء. اليوم سأقوم بشرح هذه الطريقة، وهي عبارة عن تشغيل مصباح من 4 أماكن كما نلاحظ في هذه الصورة. فالطريقة بسيطة عزيزي المشاهد، فقط ما يجب عليك هو تتبع هذا الشرح بحيث يمكن لك القيام بهذه الطريقة في منزلك. والطريقة بسيطة ولا تحتاج إلى أي شيء، فقط بضع أدوات. وقمت بوضع هذه الشيمة لكي يعني إذا لم تشاهد شيئا في الصورة أو شيئا غير ظاهر يمكنك الاقتناء هذه الشيمة، فهي رسمتها على الشكل الصحيح لتتيح لك طريقة ترتيب هذه الكابلات وبسهولة تامة. سنبدأ الشرح على بركة الله. كما تلاحظون لدي 4 مفاتيح، واحد فايفيان سامبل وهذا دوبل فايفيان. قمت بوضع شريط لاصق هنا لكي لا يفترق هذا المفتاح مع الآخر، وهنا قمت بإزالة غطاءين دوبل ووضعت هذا الغطاء منفرد. هذه أيضا سالوت دوبل فايفيان، وهذه سالوت فايفيان سامبل، يعني تحتاج إلى 2 من دوبل فايفيان وواحد سامبل وكذلك واحد سامبل. فلنبدأ الشرح على بركة الله. سنقطع التيار الكهربائي، سأقوم بفك هذه الأسلاك بحيث تظهر لك الصورة جيدا. كما تلاحظ يعني قمنا بإدخال، سأقوم بإزالة هذا الغطاء. قمنا بإدخال كابل واحد هنا كما تلاحظ، وقمنا بإدخال اللون الأزرق كذلك من هنا على هذا الشكل. هذا هو المفتاح الأول. وقمنا أيضا بوضع الروتور المصباح على هذا الشكل في الوسط، سأريكم. هذا هو روتور المصباح باللون الأحمر. ننتقل إلى المفتاح الثالث أو الثاني عفوا، وهو عبارة عن مفتاح دوبل كما تشاهدون. سأقوم بتسريحة هذه الخيوط لتظهر لك الصورة عزيزي المشاهد بشكل أوضح. قمت بوضع اللون الأزرق في الوسط من المفتاح الأول إلى المفتاح الثاني في الوسط، وقمت كذلك بوضع الكابل الأزرق الأنسنك في الوسط على هذا الشكل كما تلاحظ، وضعته هنا فهو بمفرده ليس مع الأبيض لكي ترى جيدا في الوسط لوحده. ثم قمت بوضع شانتر من هنا من هذا الطرف إلى هذا الطرف على شكل عملية في كما تلاحظون في الصورة. ثم أخذت قطعتين من اللون فيرجون ووضعتهم في هذا الجانب مع الأبيض، اللون الأصفر مع الأبيض على الجانب الأيسر من المفتاح دوبل، وكذلك من الجهات الأخرى نفس الشكل، يعني هذا اللون مقابل هذا اللون. ثم ننتقل إلى المفتاح الثالث، وهو كذلك عبارة عن مفتاح دوبل. كما تشاهد
نفس العملية الأولى في ساروت دوبل نأتي عليها في ساروت دوبل الثالث، نقوم بعملية إكس كما تلاحظ، نأخذ هذان هما الطرفان اللذين أتى من ساروت دوبل، أتينا بهم إلى الجانب كما ترى في الصورة، وأتينا بواحد هنا آخر، ثم قمنا ب ثم قمنا بعمل عملية في على هذا الشكل، تلاحظون وضعته مع الفيرجو الذي أتى من مفتاح دوبل، وكذلك هنا وضعته مع الفيرجو الذي أتى من مفتاح دوبل على هذا الشكل، وقمت بشانتر بعملية شانتر يعني من هذا الجانب إلى هذا الجانب، ثم بقي الوسط فارغا فقمت بإدخال اللون الأصفرين، أصفر من هنا في الوسط واللون الأصفر الآخر في الوسط، ثم انتقلت به إلى المفتاح الرابع كما تشاهد، سأقوم بإزالة الغطاء وأدخلتهم في هذان الجانبين، واحد هنا والآخر هنا في هذا المكان كما تلاحظ في الصورة على طرف المفتاح، واحد من هذا الطرف وواحد من هذا الطرف، بقي الوسط فارغا، نقوم بإدخال الفاز، الفاز الذي يأتي بالكهرباء من البورت فيزيبل أو ما يعرف بديجنكتور سوراي، على هذه الطريقة نقوم بإدخاله في مكان الفاز، ما المكان الذي بقي فارغ وهو النوتر، سنأتي بنوتر المصباح ونقوم بإدخاله في مكان النوتر على هذا الشكل، وهكذا نكون قد انتهينا من يعني شرح الكيبلات أو الخيوط الكهربائية، بقي أن نقوم بالتجربة، وسأضع لكم في الوصف هذه الشيمة لكي تعم الفائدة الجميع، نقوم بتركيب هذان الغطاءان ثم نقوم بتركيب الغطاء الآخر، بسم الله، والطريقة ناجحة 100%. سنقوم بتدارس هذه الشيمة لكي يعني الجميع يفهم بطريقة سلسة وسهلة جدا، سأوضح لكم الأمر، فهي طريقة سهلة لا تحتاج إلا منك عزيزي المشاهد فقط للتركيز، هنا هو الفاز التورتش فيزيبل كما تلاحظون، حرف F يعني فاز، نقوم بإدخال اللون الأحمر في ال L في المفتاح الأول في هذا المفتاح كما تلاحظون فهو في الوسط اللون الأحمر، ثم نأتي باللون الأزرقين، هذان اللون الأزرقان هما هذان كما يظهر في الصورة في ال L A، نقوم باستخراج لونين أزرقين ثم ندخلهما في الوسط على هذا الشكل، ثم من ال L2 نقوم بإدخال اللون الأزرق في الوسط في السرد في مفتاح دوبل، هذان هما الشانتران التي قمت بعملية في، قمت بربط هذا البورن مع هذا البورن في مفتاح دوبل وهذا البورن مع هذا البورن، ثم استخرجت اللونين الفيرجون لون الفيرجون من مفتاح دوبل الثاني على هذا الشكل، مفتاح دوبل الثاني هو هذا، أتمنى أن يعني ينال هذا الشرح إعجابكم لكي يفهم الجميع، عفوا هذا الشانتر قد اقتلع من مكانه، سأقوم بتركيبه هكذا كما قلت لكم، هذان هما اللون الفيرجو
قد يعني استخرجناهم من طرف المفتاح، وقمنا بوضع معهم شانتران، شانتر من هنا إلى هنا، وشانتر من هنا إلى هنا، والطريقة سهلة. هذان هما اللون الأصفران، قمنا بإدخالهم إلى المفتاح الثالث، وهو عبارة عن مفتاح دوبل. سأريكم الشيمة كي تفهموا. انظروا، هذا اللون فيرجون، هما اللون الأحمران عندي أنا، هذان هما، قمت بإدخالهم من هذا المكان إلى هذا المكان. سأريكم، ها هما. بقي لنا هذا هما يعني الشانتر، لا داعي للذكر، فقد قلتهم، ربطهم بهذا المكان إلى هذا المكان، ومن هذا المكان مع الفيرجون إلى هذا المكان وحدهما. هنا كلهم وحده يعني في مكان بمفردهم. ثم نستخرج اللون الأصفرين من الوسط، نسأل الدوبل من الوسط، من هنا نأتي به إلى المفتاح الأخير وهو المفتاح الرابع، ندخلهم في هذا البورت. ثم نأتي بواحد آخر من هنا، نأتي به هكذا إلى هذا المكان. بقي الوسط فارغا، قمنا بإدخال الفاز فيه كما تلاحظون، وقمنا بإدخاله في جانكتور أو بورت فيزيبل أو فيزيبل، فقط للحماية. هذه هي الطريقة النهائية كما تلاحظون. وإلى هنا نأتي على شرح هذا الفيديو، إلى أن نلقاكم.